إذن بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين متتبعي موقع البطولة، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم في هذا النقل الحي والمباشر مباشرة من هنا من ملعب ام جي ابل عاصمة الإدارية الرباط، والذي سيكون مسرحا للمباراة الحدث لمباراة القمة والموعد نصف نهائي البطولة العالم، البطولة الافتراضية والتي ستجمع المنتخب الوطني المغربي أسود الأطلس في مواجهة حتمية ستجمعهم بالدياك الفرنسية. إذن على بعد تقريبا 10 دقائق من موعد المباراة يحضر معي اللاعب وليد أحد عناصر المنتخب الوطني المغربي من أجل أخذ توضيحات أكثر عن هذه اللعبة. وليد أهلا ومرحبا بك. شكرا شكرا السيدة. وليد، بخصوص هذه اللعبة، هذا أكيد الموعد كبير، ستواجهون المنتخب الفرنسي من دون أدنى شك، الكل يعرف الفرنسيين هو المنتخب الفائز بآخر 3 نسخ من هذه البطولة، كيف تستعدون لهذا الموعد الكبير؟ والحمد لله كنستعدوا في ظروف مزيانة هنايا في لوكال ديال ام جي. الحمد لله قمنا بواحد المباريات حبية ضد عدة فرق، منهم المنتخب الفلسطيني، منهم الاراب اول ستارز. الحمد لله واحد المقابلات اللي قدرنا نصلحو فيهم بزاف ديال الاخطاء كانوا عندنا، حاولنا نتادابطاو مع اللوكال هنايا واللي بوست والماتيريال هنايا. الحمد لله الحمد لله الامور دازت مزيان، ونتمنوا نكونوا عند حسن ظن الجمهور ونفوزوا باللقاء ضد المنتخب الفرنسي. يعني لتوضيح يعني الامور للمتابع المغربي للمشاهد المغربي الذي سيتابع اكيد هذا الموعد الكبير على موقع او عبر موقع البطوله، يعني ستلعبون يعني في نفس الوقت مع المنتخب الفرنسي الذي سيتواجد كذلك عناصر المنتخب الفرنسي بالعاصمه الفرنسيه عاصمه الانوار باريس، يعني في نفس الوقت يدخل اللاعبين هناك واللاعبين هنا وتلعبون على نفس الخط. نعم بالطبع، كل فريق كيتكون من 11 لاعب، خصهم يعني يكون اتصال في نفس الوقت، كيتم ارسال طلب ديال المقابله مع العاشرة بالضبط. عندنا اجل ديال 15 دقيقه باش تبدا فيه المقابله، لا ما تمش هاد بدايه المقابله كيكون كيتعلم ماتش فورفي. قليل هذه القضيه فاش كتحدث، و نتمنوا ان شاء الله المقابله تبدا في احسن ظروف. يعني هي بطوله عالميه اكيد تقام كل يعني مره في السنه، المنتخب الفرنسي كما سبق وان ذكرت هو الفائز باخر 3 نسخ من هذه البطوله العالميه. المنتخب الفرنسي كما وصلني من معلومات على انه عنده يعني شركه تحتضن هذا المنتخب، منتخب يلعب دوريات على مدار السنه، هناك بطوله محلية بفرنسا تلعب في عدد من الفرق ويتم انتقاء اللاعبين. ألا ترى أن هذه المعطيات يعني تلعب لصالح الفرنسيين في هذه المباراة؟ نعم بالطبع كتلعب لصالحهم، غير هو رغم أنهم عندهم واحد لكوميونيتي كبيرة، واحد الفرق متعددة كيلعبوا ممكن نفسه معهم بزاف ديال اللاعبين، كيقدر يخلق الفرق، ولكن حنايا الحمد لله تايقين في راسنا، تايقين في الدراري ديالنا، واخا عندنا لا كوميونيتي قليله والفرق يلاه عندنا 3 ايكيب كيمارسوا بدوريات عربيه. غير هو كيبقى المقابلات. كاينه بطوله وطنيه هنا في المغرب ام لا؟ ما كايناش بطوله وطنيه، كاين يعني دي تورنوا غير ما بين عاديين ومع اصدقائنا العرب. يعني انا شاهدت على انه عناصر المنتخب الوطني المغربي تتكون من لاعبين من مختلف المدن المغربيه، عندنا مراكش، اسف، الرباط، العاصمه الاقتصاديه البيضاء، كيف يتم انتقاء هؤلاء اللاعبين؟ نعم بالطبع كاينه واحد لا كوميونيتي كنديروا دي تيست مع اللاعبين، كيجيو كيتيستيو، كل واحد كيتيستي البوست اللي كيلعب فيه مزيان، كيتم الانتقاء ديالو من طرف المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي اللي من قبل كيتم التصويت عليه مسبقا، وكنوجدوا واحد الفريق ديال 11 لاعب مع بالطبع لاعبين في الدكه في الاحتياط من اجل يعني الا كان شي عذر على شي لاعب ما غاديش يحضر ولا كذا كيجي في بلاصتو، وهذا اللي كاين في المرحله ديال الانتقاء ديال اللاعبين. جميل، يعني ما عجز عنه المنتخب الوطني في الواقع، الان يحقق
يحقق في الألعاب الافتراضية، الوصول للدورة نصف الذهبي، الوصول للمربع الذهبي، الوصول يعني للدورة نصف النهائي في حد ذاته إنجاز. يعني كيف ما كانت النتيجة، برافو للعناصر الوطنية. مباراة صعبة أكيد، منتخب فرنسي منتخب العتيد، لكن لا شيء مستحيل، وعزيمة الرجال تهدم الجبال كما يقال أخي وليد، أحد لاعبي المنتخب الوطني المغربي والذي يجلس اليوم في دكة الاحتياط. شكرا لك وليد وكل التوفيق للأسود في هذه المباراة. شكرا جزيلا لكم، وكنتمنى تكون المقابلة مزيانة ونفروا بالفوز إن شاء الله وتأهل للفينال إن شاء الله، على وليد أن يلتحق باللاعبين لأن المباراة. متابعينا بعد دقائق من الآن سيتم النقل المباشر لأطوار هذه المباراة تقريبا في تمام العاشرة، هو العاشرة مساء، هي هو الموعد، هو موعد المباراة، مباراة صعبة. المنتخب الوطني المغربي تواجد في المجموعة الأولى، تصدر المجموعة الأولى، خلفه مباشرة المنتخب الشيلي بتسعة نقاط، محارب الصحراء في المركز الثالث بثمان نقاط، وأبناء العاصمة البيروفية ليما في المركز الأخير بأربع نقاط. فيما المنتخب الفرنسي احتل المجموعة الثانية أو صدارة المجموعة الثانية بخمسة عشر نقطة، خلفه مباشرة الطانغو الأرجنتيني بعشر نقاط، الفراعنة المصريون في المركز الثالث بسبع نقاط، والمنتخب الأرميني بنقطتين في المركز الأخير. المنتخب الوطني المغربي في الدورة الربع النهائي انتصر في مباراة كانت مثيرة على منتخب جورجيا بخمسة أهداف لثلاثة، فيما المنتخب الفرنسي أقصى المنتخب البرازيلي منتخب السامبا حينما انتصر عليه بهدفين دون رد. بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي والمباشر مباشرة من هنا من ملعب MGA بالعاصمة الرباط، والذي سيكون بعد لحظات مسرحا للمباراة الحدث، مسرحا لمباراة القمة والتي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي أسود الأطلس في مواجهة حتمية
ستجمعهم بالدية كالفرنسية. إذن اليوم الزمن التاسع من شهر سبعة من سنة 2017، المكان كما قلت الملعب الكبير، ملعب ام جي ا بالعاصمة الرباط، والحدث كبير وكبير جدا، والموعد كبير واستثنائي اليوم، هو دور نصف نهائي بطولة العالم في الألعاب الافتراضية، والتي ستجمع المنتخب الوطني المغربي ببطل النسخة الماضية أو بطل آخر ثلاث نسخ ماضية، منتخب عتيد جدا، والأمر يتعلق بأبناء عاصمة الأنوار الفرنسية باريس الديك الفرنسية. إذن اليوم مباراة كبيرة جدا، مباراة موعد كبير، الأسود في الدور النصف النهائي بعدما سيطروا بالطول والعرض في دور المجموعات، في مجموعة يعني ضمت كل من منتخب الشيلي ومحاربي الصحراء وكذلك المنتخب البيروفي. المنتخب المغربي تصدر هذه المجموعة ب 13 نقطة، خلفه منتخب الشيلي، والمركز الثالث كان للمنتخب الجزائري، فيما أبناء العاصمة البيروفية ليما حلوا في المركز الأخير. المنتخب الفرنسي منتخب يعني عتيد، منتخب معروف بالنسبة للألعاب الافتراضية، يكفي أن نقول على أنه هو بطل ثلاث نسخ الأخيرة. الفرنسيون تواجدوا في المجموعة الثانية في دور المجموعات، في مجموعة ضمت كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري وكذلك المنتخب الأرميني. إذن اليوم هو نهائي قبل الأوان بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. الأمل، كل الأمل في هذه العناصر الوطنية. بصراحة كانت لي دردشة مع مختلف لاعبي المنتخب المغربي، يعني أجواء حماسية، هم على أتم الاستعداد من أجل مقارعة المنتخب الفرنسي. صحيح على أنه منتخب كبير وكبير جدا المنتخب الفرنسي، لكن لا شيء مستحيل، وكما هو معروف يعني بعزيمة الرجال نهدم الجبال يعني ونحقق المبتغى في هذه الأمسية الكروية. إذن اليوم هو يوم التفاؤل، العناصر الوطنية يبدأ المباراة في الأسماء التالية، تغطية قبل لحظات انطلاقة المباراة بصافرة الحكم السويدي ماركوس أنقيا، هذا الحكم الذي أنيطت له مهمة قيادة هذه المباراة الكبيرة، يعني 30 دقيقة تنطلق على المباراة الآن، يعني توقف يعني أو عطف خارج عن إرادتنا يعني بطلب من المنتخب الفرنسي تتوقف المباراة. قلت على أنه المنتخب المغربي يبدأ المباراة بالأسماء التالية في حراسة المرمى وبين الخشبات الثلاث، نجد الحارس مروان عبد الله، بقية اللاعبين سعد سعيد وأيوب بوشامة في وسط الدفاع، في الرواق الأيمن فؤاد كيرا، حمزاوي يلعب في الرواق الأيسر، سمير كيروم يلعب كلاعب ارتكاز في وسط ميدان الأسود، فيما إسماعيل عمور ومحمد إبرا في خط وسط ميدان الهجوم للعناصر الوطنية، سعد زيزو كصانع ألعاب، ونور الدين سحيتة وأمين جيزة في خط الهجوم. بالنسبة لأمين جيزة على ذكر هذا اللاعب، هو هداف هذه البطولة بتسعة أهداف. قلت اليوم على أنه الأمل، كل الأمل في هذه العناصر الوطنية، والتي تبدأ المباراة كما تشاهدون بطريقة 4-3-3. صحيح على أنه كل التحفظ من العناصر الوطنية، لأنهم يعلمون على أنهم يواجهوا منتخب فرنسي متمرس جدا، أقول متمرس لأن المنتخب الفرنسي معروف جدا في هذه الألعاب الافتراضية، هو بطل العالم في آخر ثلاث نسخ الماضية. إذن تستأنف المباراة، كرة لفائدة الديك الفرنسي للعب الوسطى بدون عنوان في التماس للأسود. مباراة أكيد أكثر من 60,000 مناصر هنا حضرت لملعب إم جي آل كبير من أجل المناصرة، من أجل تشجيع العناصر الوطنية في هذا الموعد الكبير. فمن لم يستطع أن يأتي للملعب هنا تسمر أمام التلفاز، تسمر أمام الحاسوب بالآلاف في الملايين من أجل المناصرة، من أجل المتابعة. حذيري من البداية الفرنسية، كرة للعب سيبوش ممتاز، اللاعب كيزا أمين هداف هذه البطولة بتسع أهداف، كرة طويلة في خط الوسط للعب سعد سعيد صاحب الأقامة الطويلة، والحكم يقول خطأ للمنتخب الوطني المغربي للاعب سعد سعيد، هذا المدافع الرائع، واحد من أفضل مدافعي هذه البطولة، يلعب في فريق رجاء رياض البيضاوي للألعاب الافتراضية. كرة للديك الفرنسية،
الطاقة العالية من الفرنسيين أكيد، المنتخب الفرنسي منتخب قوي وقوي جدا أكيد، لأنه حتى في دور المجموعات كانت سيطرة كبيرة للفرنسيين. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي، حذاري من هذه البدايات الفرنسية، حذاري من هذه البدايات. وكرة الركنية، ركنية تأتي من الرواق الأيسر للمنتخب الفرنسي، وراء الكرة اللاعب إليجي، اللاعب اليساري في صفوف الكتيبة الفرنسية، حذاري من مثل هذه الكرات الجافجة. كرة لا زالت لم تخرج بعد المنتخب الفرنسي، خطيرة 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 خطيرة. حذاري الأسود، حذاري 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 حذاري. سيناريو لم نكن نتوقع هذا السيناريو بالمرة. بداية قوية للمنتخب الفرنسي وأولى أهداف المباراة للمنتخب الفرنسي. اللاعب الخطير داكوستا يوقع على أولى أهداف الفرنسي في هذه المباراة. حذرنا من الفرنسيين، حذرنا من المنتخب الفرنسي، منتخب قوي وقوي جدا، لكن لا شيء حسم حتى الآن، لا زال هناك وقت أمامكم. كرة للاعب سعد سعيد، يلا يا الأولاد، يلا يا الأولاد، علي الأولاد، علي عليهم فاقاني، يعني اليوم سننتظر أكيد، نتفائل حتى آخر دقيقة. ربع ساعة الأولى مرت على انطلاقة الشوط الأول والمباراة 1-0، وهدف مبكر للفرنسيين صحيح، على أنه المنتخب الفرنسي منتخب قوي وقوي جدا، الكل يعرف هذا المنتخب، الكل يعرف الفرنسيين في الألعاب الافتراضية، لكن كنا نتمنى أن تكون يعني يكون تأمين الدفاعي من طرف الأسود تأمين عالي. كرة للاعب المغربي، لاعب إسماعيل عفور، وكرة في التماس للمنتخب الفرنسي. أتصلكم أصداء الجمهور المغربي الحاضر هنا من كل الأجناس، يعني من كل المدن المغربية، صغار وكبار، رجال ونساء، الكل يساهم من جانبه من أجل تشجيع العناصر الوطنية، وكذلك من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين الأسود، لأنه المنتخب المغربي اليوم كيفما كانت النتيجة، الأسود يعني أرفع لكم قبعة الاحترام والتقدير، لأنه الوصول للدور النصف النهائي ليس بالسهل جدا. المنتخب الفرنسي أكيد منتخب عنده شركة، يعني مستشارين، عنده شركة مستشارة لهذا المنتخب الفرنسي، وكذلك هناك بطولة تلعب، بطولة فرنسية يتم من خلالها انتقاء أجود اللاعبين عكس العناصر الوطنية التي لا تمارس بشكل كبير بالنسبة للألعاب الافتراضية. ضربة خطأ للفرنسيين على بعد 29 متر من مرمى الحارس مروان عبد الله، خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي، خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي. وراء الكرة لاعب شوتير، اللاعب الفرنسي أسمراني، الديوك الفرنسية، يلعب كرة قصيرة لفائدة المنتخب الفرنسي، خطيرة جدا، ليس هناك تسلل، والكرة تطول، ضربة 6 أمتار للحارس مروان عبد الله. نتمنى من المنتخب الوطني المغربي أن نشاهد المبادرة من العناصر الوطنية، وكذلك ألا ينسوا تأمين الخطوط الدفاعية، لأنه المنتخب الفرنسي يتوفر على عناصر سريعة جدا. كرة لفائدة المنتخب الفرنسي، ليس هناك تسلل، خطيرة 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 خطيرة. هدف ثاني للمنتخب الفرنسي، والمسجل دائما داكوستا، 2-0 للمنتخب الفرنسي. سيناريو أكيد لم نكن نتوقعه بتاتا، صحيح المنتخب الفرنسي منتخب قوي، لكن غير معقول أن نستقبل هدفين في أول 25 دقيقة لعب. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي للاعب بلال أو أمين جيزة، تقطع من طرف العناصر الفرنسية. المنتخب الفرنسي منذ انطلاقة هذه البطولة فهو المرشح فوق العادة من أجل الظفر باللقب الرابع على التوالي بالنسبة للعناصر الفرنسية، كما سبق وأن ذكرت على أن العناصر الفرنسية أكيد يتم انتقاءها من الدوري، يلعب على مدار السنة، وكذلك تدفع رواتب للاعبين. حوافز كبيرة بالنسبة للفرنسي، ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وراء الكرة أمين جيزة، هذا اللاعب الخطير، المهاجم الصريح بالنسبة لأسود، وهداف هذه البطولة بتسع أهداف. يلا يا أمين، يلا يا أمين، نريدك أن تكون حاضرا اليوم في هذه المباراة،
لتغادر الشباك الفرنسي الخطيرة لأوتو. كرة كانت خطيرة من اللاعب مارتينيز حيث لم تمشي بعيدا عن العمود الأفقي لمرمى الحارس الفرنسي فابيان بارتيز. هذا الحارس الذي تألق وتعلق رفقة الديك الفرنسية في مونديال فرنسا سنة 98 آنذاك المنتخب الفرنسي فاز ببطولة العالم في الكأس العالمية في المباراة النهائية التي انتصر فيها على المنتخب البرازيلي بثلاث أهداف لصفر أمام أنظار الرئيس الفرنسي آنذاك جاك جيراك. تناوب عدد تسجيل أهداف البرازيل في تلك المباراة النهائية في مونديال فرنسا 98 رقصيتان من الزيزو زين الدين زيدان والهدف الثالث كان لإيمانويل بوتي ضربة خطأ. نعود لمباراة اليوم وحتى الآن الأسود منهزمون متقلبون بهدفين لصفر أمام المنتخب الفرنسي الخطير. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي حتى كرات الفرنسي المدروسة كل شيء تحركات الفرنسي المدروسة طريقة لعب كراتهم مدروسة أكيد. المنتخب الفرنسي يتحرك بتقنيات عالية واضحة الفوارق التقنية بين الأسود وبين المنتخب الفرنسي. بالنسبة للألعاب الافتراضية تحدث كرة بتخطى الخطير تاكوت الخطير وتدخل أشمل للحارس مروان عبد الله على بعد خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. دائما هدفين لصفر للمنتخب الفرنسي. الهدف تناوب عن أول لعبة تاكوت هو من كان وراء تسجيل الهدفين للمنتخب الفرنسي لاعب الذي يمتلك نصرة قوية أرعب المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات وكذلك سجل في مرمى المنتخب المصري وفي مرمى المنتخب الأرميني. دائما كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي حذاري من مثل هذه الكرات حذاري 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 والكرة في يد الحارس مروان عبد الله يتحمل ضغط كبير الحارس مروان عبد الله أمام هذا المد الهجومي الخطير للفرنسيين. دائما كرة فرنسية في الوسط بتلعب للاعب جام يلعب لتاكوتا الخطير. كل الكرات دائما تلعب عرضية طويلة لتاكوتا لأن الفرنسيين يعلمون قوة وسرعة ومهارة اللاعب تاكوتا وهو من سجل الهدفين حتى الآن المسجلين في مرمانا بالنسبة للمنتخب الفرنسي. كرة لأتشوار يلعب في الوسط تلعب في الرواق الأيمن حذاري من هذه الكرات القصيرة من الفرنسيين من إنزاكي يذكرني بالمهاجم الإيطالي فيكو إنزاكي مهاجم الميلان ومهاجم المنتخب الإيطالي السابق. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي قلت فيكو إنزاكي المهاجم المنتخب الإيطالي وكذلك مهاجم نادي ميلان. والكرة الإيطالية أكيد الكرة الإيطالية تعاني في السنوات الأخيرة وفي هذه اللحظات سيداتي سادتي الحكم السويدي لوكاس ديكوست يعني نهاية أطوار القصة الأولى الفقرة الأولى الشوط الأول بانتصار الفرنسيين بهدفين لصفر. سجل هدفي المنتخب الفرنسي اللاعب اليساري الخطير اللاعب داكوست أيضا على أمل أن تعود العناصر الوطنية في 45 دقيقة الثانية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله ونلتقي بعد ربع ساعة من الآن إلى اللقاء. إذن الآن انطلق الشوط الثاني انطلق الفصل الثاني انطلقت الفقرة الثانية من هذه القصة التي ستجمع هذه المباراة الكبيرة التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بالمنتخب الفرنسي. كما تركنا الجولة الأولى كما تركنا الفقرة الأولى الفرنسيين متقدمون بهدفين لصفر هدفين من يسرى اللاعب دفاع الكرة تاكوتا الكرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نأمل من العناصر الوطنية أن تركز أكثر أن تبادر أكثر أن تؤمن الخطوط الدفاعية لأنه شفنا فوات كبيرة في دفاعات المنتخب الوطني المغربي من كرة الدين الفرنسيون يصلون لمرمى الأسود. كرة لفائدة المنتخب الفرنسي بنفس الأسماء يلعب الفرنسي بنفس الأسماء التي بدأ بها المنتخب الفرنسي الشوط الأول يلعب فيها الشوط الثاني كذلك ولا تغيير في صفوف العناصر الوطنية. كرة لفائدة المنتخب الفرنسي المتحكم حتى الآن حتى نسبة الاستحواذ هي للفرنسيين
في 70% مقابل 30% عن العناصر الوطنية. كرة خطيرة لفايزة المنتخب الوطني المغربي، يلا زيد في السرعة، زيد في السرعة يا إبراهيم، زيد في السرعة، كرة خطيرة لأسود عرضية لفايزة المنتخب الوطني المغربي. مارتينز يتدخل، يتدخل بقبضة اليد الحارس، مارتينز تزال خطيرة للأسود في الرواق الأيمن. ضاعت فرصة تقليص الفارق على العناصر الوطنية. رأسية بديعة وتدخل رائع من الحارس مارتينز، الخبرة والتجربة حاضرة لدى الحارس الفرنسي فابيا بارتيز، حامي علينا الفرنسيين. كرة بالركنية لفائدة المنتخب الوطني المغربي، وراء التنفيذ نوردين صحيحة أكيد لاعب عنده نظرة رائعة، يلعب كرة طويلة من صحيحة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وضربة جزاء الضار، القادمون من الخلف، المدافع سعد سعيد يرتقي فوق الجميع برأسية لم تذهب بعيدا عن العمود الأيسر لمرمى الحارس الفرنسي فابيا بارتيز. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، أكثر تحرك العناصر الوطنية في الجولة الجالية. يلا يا الأولاد يلا، أمامكم أكيد أكثر من 40 دقيقة للعودة في المباراة، وهناك أكيد مباراة الإياب قد يعود من خلالها الأسود. كرة خطيرة لفائدة المنتخب المغربي تستخلص من الفرنسيين، حذاري من المرتدات، عودوا لمكانكم، عودوا لمكانكم. أكيد المنتخب المغربي يجد يعني بطيء في العودة من الهجوم للدفاع، العناصر الوطنية أكيد بطيء نوعا ما. هناك تسلل الحكم يقول ليس هناك أي شيء. الخطير لك، صدق داكوتا على طريقة البانيكا، أراد أن يرفع الكرة فوق رأس الحارس مروان عبد الله، لم تذهب بعيدا عن العمود الأفقي لمرمى الحارس مروان عبد الله. أتمنى من الأسود أن يبادروا أكثر، أن يؤمنوا المناطق الدفاعية أكثر، لأن الكرة هذه كانت ستعطي الهدف الثالث، وبذلك تحسم الأمور بشكل كبير بالنسبة للديك الفرنسية. كرة خطيرة للفرنسيين، خطيرة 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 خطيرة. ممتاز مروان، ممتاز مروان، ممتاز مروان، مروان عبد الله الحارس المغربي حامي علينا الأسود، يتعلق ويتعلق في هذه الكرة خطيرة خطيرة خطيرة. كل الكرات الفرنسية خطيرة على دفاعات الأسود. أين سعد سعيد وأيوب بوشامة؟ ثنائي وسط الدفاع الوسط، الدفاع المنتخب الوطني المغربي. أتمنى التركيز، هناك يعني التركيز يعني غائب عن بعض اللاعبين في المنتخب الوطني المغربي. خطيرة وسهلة بيد الحارس مروان عبد الله، يرتقي فوق الجميع ويأخذ هذه الكرة من فوق رأس اللاعب داكوستا، اللاعب الذي سجل هدفين للمنتخب الفرنسي وكان قريب من تسجيل الهدف الثالث للفرنسي. كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، لا تلعب بالنار. خطيرة لداكوستا، حذاري من داكوستا. أتمنى أن تكون مراقبة فردية للاعب داكوستا، لأنه الخطورة تأتي من اليسرى. اللاعب داكوستا لاعب مشاغب، لاعب يعني مهاري سريع، يسدد يعني عن تسديدات قوية، وهو مسجل هدفين للمنتخب الفرنسي حتى الآن. كرة الركنية الخامسة للفرنسيون، دائما من نفس الجهة، من الجهة اليسرى، من حيث موضوع الحارس المغربي مروان عبد الله، قصيرة بنفس الكيفية. هذه تدربوا عليها الفرنسيين، كل كراتهم الثابتة تكون قصيرة. تسديدة بعيدة، تسديدة قوية وبعيدة على مرمى الحارس مروان عبد الله. هذا هو الوقت المناسب ليعود الأسود، تغيير في صفوف العناصر الوطنية، نزول اللاعب مروان مكان اللاعب سعد زيزو، تغيير يعني لاعب وسط ميدان هجومي بوسط ميدان دفاعي. واضحة نوايا المدرب المنتخب الوطني المغربي، لأنه منهزم بهدفين لصفر، لكن حتى هناك بعض الأخطاء الدفاعية يجب أن تصحح في باقي دقائق المباراة، ولا نتمنى أن نستقبل هدف آخر. خطيرة 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 خطيرة، كل الكرات الفرنسية خطيرة خطيرة، الكرات المنتخب الوطني الفرنسي لا القصيرة ولا الطويلة كلها تشكل خطورة على مرمى الحارس مروان عبد الله. يلا كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي بدون عنوان، يعني هناك اللاعب المنتخب الوطني المغربي يتسرعون أكثر من اللازم يعني في كرة الدين، يحاولون الوصول لمرمى الحارس فابيا مارتينز. نتمنى من العناصر الوطنية أن تركز أكثر. المنتخب الوطني المغربي كما سبق وذكرت قدم مباراة رائعة في دور الربع النهائي، وأطاح بأحد المرشحين للعب الأدوار الطلائعية وللفوز بهذه البطولة، المنتخب الجورجي، حينما انتصر عليه بخمسة أهداف لثلاثة. عندنا الميكانيزمات اللازمة
للوقوف امام الفرنسيين، عندنا كل الامكانيات للوقوف امام الفرنسيين. صحيح المنتخب الفرنسي منتخب قوي، صحيح المنتخب الفرنسي عنده لاعبين يلعبون يعني في الدوري الفرنسي على طول السنه، صحيح على انه عندهم شركات المستشفى يعني تستثمر بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، مستشيرون اكيد يعتنون ويرعون هذه الطاقات الفرنسيه عكس المنتخب الوطني المغربي، لكن اليوم بعزيمه الاسود، بعزيمه الاسود، حذاري حذاري حذاري، وممتاز اللاعب سعيد سعد، ممتاز سعد سعيد يرتمي امام تسديده المهاجم الخطير بالقصه وتضرب فيها الكره وتخرج للركنيه، كل الركنيات كانت من الرواق الايمن من حيث موجود تواجد الحارس وتموقع الحارس مروان عبد الله، كره خطيره بعد المنتخب الوطني المغربي، يلا زيد في السرعه، زيد في السرعه، زيد في السرعه وخلي عليك التسرع، زيد في السرعه وخلي عليك التسرع، التسرع يعني اضاع علينا عدد من الكرات في هذه المباراه على بعد ثلاث دقائق على نهايه الوقت الحصري للشوط الثاني وللمباراه. دائما الفرنسيون متقدمون بهدفين لصفر، داكوستا كان وراء تسجيل الهدفين مع اصفران المنتخب الفرنسي ولاعب نادي بوردو الفرنسي احد انديه لا ليغا في الدوري الفرنسي. برافو عناصر المنتخب الوطني المغربي، برافو العناصر الوطنيه حتى الان، لانه فوارق كبيره لا تقنيه ولا ماديه ولا لوجستيكيه بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. اتحدث عن الالعاب الافتراضيه دائما، كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي، حذر من المرتدات السريعة، حذر من هذه البينية، المدافع سعد سعيد أخطأ التقرير، أخطأ التقرير، وأيوب كوشام المدافع الأوسط الثاني يتدارك الموقف وتعود الكرة سهلة. أربع دقائق وقت بدل ضائع، يعلن الحكم الرابع السيد سير سيباستيان، وفي هذه اللحظات سيداتي سادتي سادتي الحكم السويدي يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة بانتصار المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر. المسجل دائما كما تابعتم متابعينا اللاعب داكوستا، إذا المباراة انتهت بهدفين لصفر في انتظار مباراة الإياب بعد دقائق من الآن. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء بعد دقائق، سنلتقي في مباراة الإياب على أمل أن يعود الأسود ويتدارك الموقف. إلى اللقاء.
اذا اهلا ومرحبا بكم اصدقائي المشاهدين متابعي موقع البطوله دوت كوم في هذا الموعد اليوم مع موعد مباراه اياب نصف نهائي بطوله العالم للالعاب الافتراضيه. كما تابعنا جميعا مباراه الذهاب انتهت لصالح الفرنسيين هنا بالمغرب بهدفين للسفر توقيعا خطيرا داكوستا. الان موعد مع مباراه اياب والتي تدور راحها في مدينة الأنوار في العاصمة الفرنسية باريس، وبالضبط من ملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس. إذن اليوم المنتخب الوطني المغربي عليه أن يعود بتسجيل هدفين المسجلين في مرمانا في مباراة الذهاب، هدف من هذه الكرة الخطيرة للمنتخب الفرنسي. ونعلم على أننا نواجه منتخب فرنسي قوي، منتخب يملك من الخبرة شيئا كثيرا. حذاري من مثل هذه الكرات الخطيره للمنتخب الفرنسي، والركنيه الاولى بعد اربع دقائق على انطلاقه الشوط الاول والمباراه وراء الكره لعب انيجي. هذا اللعب الفرنسي الخطير لياسيري، دائما كما شرت عاده الفرنسيين كرات خطيره، كل الكرات الثابته تلعب بشكل خطير حذاري من مثل هذه الكرات. المنتخب الفرنسي خوف، المنتخب الفرنسي اكيد كل كره في رجل الفرنسي تكون خطيره، كل كره الفرنسيين خطيره على مرمى الاسود. يلا يا الاسود، نتمنى ان تكون مبادره مغربيه. ما عدناش من خسر اليوم، تهزمنا ذهابا بهدفين للصفر، وعلينا العوده دون نسيان الادوار الدفاعيه. يجب ان نشاهد توازن دفاعي وهجومي. الفرنسيين كما تابعنا في مباراه الذهاب اللاعبون يعني ابانوا على نضج تكتيكي كبير وكذلك تقنيه ومهاره عاليه. صحيح كما سبق وان ذكرت على انه المنتخب الفرنسي منتخب يمارس اكثر من المغاربه. برافو برافو مروان، برافو الحارس مروان، برافو مروان حارس وحامي عالي للمنتخب الوطني المغربي. هذا الحارس انتظروا هذا الاسم، مروان عبد الله حامي عيون الاسود، حامي عالي الاسود. خطيره 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 للمنتخب الفرنسي، كل كرات الفرنسيين تكون خطيره على مرمى الاسود دائما للاعب انزاكي. هذا انزاكي اللاعب الذي قال في احدى تصريحات في احدى المناطق الفرنسيه على انه محب ومتاثر كثيرا فرقه ناس الايطالي. بيبو انزاكي كره خطيره للاسود، ضاعت كل كرات المنتخب الوطني المغربي. يلا يا الاولاد علي، علي وفقاني اليوم سنسجل هدف ونعود للمباراه. هدف يعيد العناصر الوطنيه اكثر في المباراه، وهدف لا قدر الله للفرنسيين يبعد اكثر فاكثر عن النهائي. كره الركنيه للعناصر الوطنيه وراء التنفيذ الهداف امين كيزا، هداف هذه البطوله بتسع اهداف. كيزا مع الكره، كيزا يدخل للمربع العملية يطلع في كيزا، بالغ نوعا ما كيزا اكثر يعني حافظ على الكره كثيرا وبدأ تضيع منه، بالغ في المراوغه تعود من المدافع ايوب بوشامه، مدافع فارع الطول في صفوف دفاعات المنتخب الوطني المغربي. كره خطيره لاسود تعود من الدفاعات الفرنسيه، تشطيب كلي للكره. المنتخب الفرنسي مناصره كبيره جدا من الجماهير الفرنسيه التي كانت اليوم في الموعد كلها بصوت واحد. الي الي وراء المنتخب الفرنسي هنا في عاصمه الانوار الفرنسيه. برافو للاسود، كيفما كانت النتيجة أربع القبعة للعناصر الوطنية، لأنه فوق طاقتك لا تلام بكل صراحة. لكن حتى الآن لا شيء حسب، حتى الآن أمامكم أكثر من 60 دقيقة من أجل العودة في المباراة، لأن المنتخب المغربي منهزم ذهابا بهذا الفريق لصفر خطيرة لفريق المنتخب الفرنسي. وبمبدأ الأمانة المدافع المغربي الطائر الأيمن الحمزاوي يبعد الكرة للتماس للمنتخب الفرنسي. منتخب فرنسي يمتلك لاعبين بسرعة في مهارة كبيرة جدا للاعبي المنتخب الفرنسي. قلت على أنه أموال كبيرة تضخ في ميزانية هذا المنتخب، لاحظوا على أنه تطور كبير جدا بالنسبة للرياضة الأوروبية مقارنة بناظرتها في شمال أفريقيا. منين خرجت اليوم يا داكوستا؟ منين خرجت اليوم؟ داكوستا يسجل هذا الحق في المنتخب الفرنسي.
داكوستا الذي سجل هدفين دائما تجده لأداء مباراة الإياب. داكوستا الخطير حدث من هذا اللاعب يلزم مراقبة فردية من لاعب أو حتى من لاعبين، لأن الخطورة دائما تأتي من رجل ومن قدم داكوستا. الآن صارت أصعب على الأسود، صارت أصعب على الأسود. الحكم يقول هناك تسلل للمهاجم أمين جيزا، تسلل المهاجم أمين جيزا هداف هذه البطولة. أكيد أمين جيزا قد يتوج كهداف لهذه البطولة، لأنه لعب داكوستا بسبعة أهداف أمام مباراتين ذهابا وإيابا، مباراة النهائي لأنه نصف للتذكير فقط. وللمعلومة النصف النهائي الثاني سيجمع المنتخب الألماني بالمنتخب الإيطالي، كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، والحكم يقول خطأ للعناصر الوطنية. يلا يلا يا الأولاد يلا، أمامكم وقت على الأقل لتسجيل هدف تقليص الفارق، لأنه ثلاث أهداف نتيجة ثقيلة نوعا ما على العناصر الوطنية. المنتخب المغربي كنا نمني النفس بكل صراحة بأن نشاهد العناصر الوطنية أكثر حضور أكثر تركيز. الإنذار لصالح اللاعب إسماعيل، إنذار في وجه اللاعب إسماعيل عمور لاعب خط وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي. تصلكم أصداء المراسلون الفرنسيون، هنا أجواء هستيرية هنا في ملعب حديقة الأمراء في عاصمة العاصمة الفرنسية، عاصمة الأنوار، عاصمة الموضة والأناقة، باريس الفرنسية. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يلا يا نور الدين سحيتا اللي قصر عطاء منه، بطيء سحيتا، بطيء 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 يا نور الدين، بطيء نور الدين سحيتا ضيع وفوت علينا فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق. كرة دائما للمنتخب الوطني المغربي من الواقع الأيمن، وتدخل أحد لاعبي المنتخب الفرنسي اللاعب ديوغيري يخرج الكرة للتباس. قلت على أنه المنتخب الفرنسي توج باللقب العالمي الواحد والوحيد في خزانة الفرنسي سنة 98، البطولة العالمية التي انتصر بها التي فاز بها المنتخب الفرنسي، وانتصر في المباراة النهائية على الصف البرازيلي، على المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة. سجل زيزو هدفين من رأسيتين بديعتين في مرمى الحارس البرازيلي أنذاك طفري، وإيمانويل كوتي كان وراء تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي في يوم تاريخي، في يوم مشهود بالنسبة للكرة الفرنسية، حينما توج أبطال للعالم تحت أنظار أكثر من 70,000 مناظر. يترقصهم الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك. الأسود في ذلك المونديال قدموا الشيء الكثير والكثير جدا، لأنه المنتخب الوطني المغربي قدم مباريات كبيرة. صحيح الهزم أمام المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة، لكن عاد ليتعادل أمام المنتخب النرويجي بهدفين في كل شبكة، وينتصر ويسحق المنتخب السكوتلندي بثلاثية نظيفة. وأتت المؤامرة الشهيرة بين المنتخب النرويجي والمنتخب البرازيلي لتخرج العناصر الوطنية. أكيد آنذاك آخر مشاركة كانت وآخر وصول للعالمية كان في تلك الدورة، دورة فرنسا 98 كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. شطة خطيرة، المرتدات خطيرة، المنتخب الفرنسي أكيد على طريقة ريال مدريد بمرتدات سريعة بلمسة اثنين يصلون لمرمى الحارس مروان عبد الله على بعد دقيقة لم يتلقى الأصل. شطة خطيرة للمنتخب الفرنسي، وتدخل المدافع سمير كيروم. سمير كيروم يتدخل في آخر لحظة وينقذ الموقف. كرة لفائدة المنتخب الفرنسي حذر من المهاجم إنزاكي، أكيد لم يقدم الشيء الكثير لا ذهابا ولا كذلك في هذا الشوط من مباراة الإياب، لكن يلقى خطير، عنده سرعة وعنده مهارة وعنده تسديدات قوية، يذكرني بالمهاجم الإيطالي فيليبو إنزاكي. ضربة خطأ للأسود على بعد ثواني من نهاية الشوط الأول وتفاصيل الشوط الأول في هزيمة المنتخب الوطني المغربي. وفي هذه اللحظات سيداتي سادتي الحكم السويدي يطلق صافرة معلنة نهاية الفصل الأول من حكاية إياب نصف نهاية هذه البطولة العالمية بنهاية 45 دقيقة بانتصار الفرنسيين بهدف لصفر. دائما وراء التسجيل المهاجم الأسمراني الخطير صاحب اليسرى القوية داكوستا،
إذا نلتقي مستمعينا متابعينا متابعي موقع البطولة مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء. الرحمن الرحيم، عدنا ولا عودة أحمد مع انطلاقة الجولة الثانية، مع انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة النصف النهائية أو إياب نصف نهائي هذه البطولة العالمية. كما تركنا الشوط الأول انتهى لصالح الديك الفرنسية بهدف لصفر، هدف داكوستا في الدقيقة 13 من الشوط الأول. كرة خطرة لمنطقة المنتخب الوطني المغربي وسوء تفاهم بين المهاجم الأيمن نورتي سكيت هو الهداف أمين فيزا، يوضع هذه الكرة على الأسود. الكرة الفرنسية أكيد تطور كبير في السنوات الأخيرة واستثمار في بعض الأندية الفرنسية كما شاهدت مع البي إس جي، هذا الفريق الأسطوري الذي أصبح يعني يضم أسماء كبيرة كما شاهدنا لافيتزي، زلاتان، باستوري، دي ماريا، والقائمة تطول وتطول على نفس المنوال. تمشي الكرة الإيطالية، أين كرة القدم الإيطالية؟ إنتر ميلان الفريقين وقطبي العاصمة الكبيرة أو المدينة الكبيرة ميلان وفريق العاصمة لآف روما، وكذلك أتذكر الحين الفريق الكبير فريق بارما، فريق الذي كان يضم نجوم كبار كاتينو باشو شقيق الأصغر للخطير واللعب الأسطوري الإيطالي روبرتو باشو، كذلك كريسبو، بوفون، خوان سيباستيان فيرون، والعدد من الاسماء اللامعه التي كانت تواجه فضاءات الفريق بارما الايطالي. كره قدم الفائزه المنتخب الفرنسي الان اصحاب الاعين الضيقه، الاستثمار الصيني والمد الصيني، الكعكع الصيني يصل للاراضي الايطاليه من اجل اعاده الكره الايطاليه للواجهه من خلال الاستثمار في انديه كبيره كالميلان والانتر وأندية أخرى ستمشي على نفس المنوال كفيورنتينا، لاتسيو وباقي الأندية الكبيرة في الكالتشو سيريا. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي، سعد سعيد المدافع النشيط يتدخل في تشطيب كل لهذه الكرة. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، جميلة فرصة الأول، أول هدف، أول هدف، أول هدف، أول هدف، مارتينز سعد سعيد، ضاعت هذه الكرة الخطيرة على مرتين، المرة الأولى وفي الوهنة الأولى فابيان بارتيز يتدخل ويبعد الكرة الخطيرة، تعود أمام سعد سعيد بتسديدة قوية، صاروخ أرشو لم تذهب بعيدا عن العمود الأيسر لمرمى الحارس الفرنسي فابيان بارتيز. المنتخب الوطني المغربي ليس لديه ما يخسره الآن، نتمنى أن نشاهد المبادرة وكذلك المبادرة الهجومية من طرف العناصر الوطنية. كرة خطيرة لبعيدة المنتخب الوطني المغربي، خطيرة فقط الهدف الأول واستهدف يد الحارس فابيان، كرة سعد زيزو، سعد زيزو غائب نوعا ما عن مباراة اليوم، سعد زيزو لم نشاهده كثيرا في هذه المباراة، الحكم يقول تسلل للعناصر الفرنسية كما قلت على أنه هذه الألعاب الافتراضية مد كبير في كل القارات الخمس حتى في هذه البطولة. في نسختها الرابعة شاهدنا المنتخب المغربي إضافة إلى فرق من أمريكا الجنوبية كالشيلي، البيرو، الأرجنتين، كذلك من إفريقيا، مصر، الجزائر، ومن أوروبا كالمنتخب الأرميني. كرة خطيرة والمنتخب الفرنسي المنتصر حتى الآن في هدف لصفر، كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي تستخلص من العناصر الوطنية، يلا زيد في السرعة، انطلق 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 انطلق، فرصة تحريز الفارق أو انطلق بالرواق الأيمن، غير وجهة اللاعب، يلا يا كيزا، تأخر كيزا، تأخر كيزا، بطيء، تأخر نوعا ما، كرة خطيرة لفائدة الأسود، أول هدف، أول هدف لفائدة المنتخب الوطني المغربي، ضاعت هذه الكرة على العناصر الوطنية على بعد 17 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة. كرة في الرواق الأيمن دائما خطيرة للأسود، خطيرة للاعب إسماعيل عمور، يحافظ على كرة إسماعيل عمور وكرة بدون عنوان، تماس لفائدة المنتخب الفرنسي. يلا الضغط، الضغط على الفرنسيين على الأقل لتسجيل هدف تقليص الفارق، لأنه كما قلت عند انطلاقة المباراة كيفما كانت نتيجة المباراة أكيد كل الاحترام كل التقدير لهذه العناصر الوطنية التي قدمت أداء كبير، كذلك
كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي للاعب إنزاكي، طاعت منه إنزاكي، كرة بكل أناقة، يتدخل لاعب خط الوسط محمد إبرة، مدافع أوسط أنيق يذكرني باللاعب الإيطالي جاتوزو، شراسة وأناقة في نفس الوقت، كرة دائما للمنتخب الفرنسي، يخير وجهة اللاعب كليا للرواق الأيمن، أداري من مثال الكرة خطيرة للمنتخب الفرنسي على مرتين، والكرة ضربت 6 أمتار للمنتخب الوطني المغربي للحارس مروان عبد الله. نأمل لأنه يعني أن نشاهد على الأقل اللاعب أمين جيزة أن يظل دائما مترفع على قائمة هدافي هذه البطولة، حتى الآن هو الهداف هذه البطولة بتسعة أهداف خلفه مباشرة الخطير الفرنسي الأسمراني باكوستا الذي سجل 3 أهداف في هذه المباراة في النهاية، والكرة كانت تسديدة قوية من اللاعب إسماعيل عمور لم تشكل أي خطر على الحارس الفرنسي فابيا بارتيز. كرة دائما للمنتخب الوطني المغربي في الرواق الأيمن، خطيرة للأسود خطيرة، والكرة تضرب في أحد اللاعبين الفرنسيين وتمشي ضربة ركنية للعناصر الوطنية، ركنية من الرواق الأيمن من حيث موجود الحارس وتموقع الحارس فابيا بارتيز. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، كرة للمنتخب الوطني المغربي، والحكم يقول خطأ في مكان خطير وخطير جدا. يلا يا زيزو، سعد زيزو، هذا اللاعب المتالق دائما نجده خلف الكرات الثابته، اما زيزو او امين جيزا، سعد زيزو في هذه الكره وخلف هذه الكره مباشره، يركز زيزو، نتمنى ان تغازل شباك فابيا بارتيز على بعد 27 متر من مرمى الحارس الفرنسي، تلعب قصيره لامين جيزا، سدد يا كيزا دائما الكرة، أمين كيزا محافظ على كورتو، يلعب أمين كيزا دائما محافظ على الكرة في صراع بدني مع اللاعب الفرنسي صاحب القامة، حتى مورفولوجيا اللاعبون الفرنسيون أقوى من العناصر الوطنية، شاهد على نقامات كبيرة للاعب الفرنسي، سيدة قوية، والحارس فابيا بارتيز قلت على أنه اللاعبون الفرنسيون مهاريا تقنيا كذلك فوارق كثيرة على المستوى المادي واللوجستيكي. كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي، جول داكوستا، وقع على الهدف الثاني، وقع على ثنائية الذهاب، وأبى إلى أن يوقع على ثنائية الإياب، داكوستا يسجل الهدف الثاني في مرمى الحارس مروان عبد الله. داكوستا الخطير، داكوستا الماكير، بوع 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 هذه البطولة، المهاجم الخطير داكوستا، أكيد هذا المهاجم في دور الربع، أكيد عديد الصحف الأوروبية تحدثت عن هذا المهاجم الذي أسال مداد عديد الصحف الأوروبية، كرة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي من الرواق الأيمن، يتذكروا هذا الاسم داكوستا، 21 سنة، مهاجم خطير جدا، المهاجم الفرنسي، لاعب بوردو. داكوستا الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل ضائع على نهاية الوقت، على نهاية المباراة، على أي برافو للعناصر الوطنية كيفما كانت النتيجة، برافو للأسود، برافو للعناصر الوطنية التي وصلت لهذا الدور النصف النهائي من بطولة كبيرة في محفل كبير وهي بطولة العالم في الألعاب الافتراضية، لأن المنتخب الفرنسي فوارق كبيرة بين الفرنسيين وبين المنتخب المغربي في هذا النوع الرياضي، لأن هناك شركات تحتضن هذا المنتخب عكس العناصر الوطنية، كذلك المنتخب الفرنسي يلعب بدوريات على مدار هذه السنة، كل الاحترام والتقدير لهذه المجهود لمجهودات هذه العناصر الوطنية التي قدمت أداء كبير، تربعت على رأس المجموعة الأولى ب13 نقطة وأطاحت المنتخب الجورجي، واحد من المنتخبات الكبيرة، ولكن لم تستطع أن تعبر بعبع هذه البطولة المنتخب الفرنسي. برافو للمنتخب الوطني المغربي، برافو للعناصر الوطنية، برافو لكل هذه الأسماء، برافو لكل هذه الشباب من مختلف المدن المغربية، من البهجة مراكش، من العاصمة الإدارية الرباط، من العاصمة الاقتصادية البيضاء، من مدينة الخندق آسفي، ومن عدة مدن مغربية اجتمعوا اليوم في موعد حمل القميص الوطني وقدموا أداء كبير وكبير جدا، قدموا وصلوا من خلال المربع الذهبي. برافو للعناصر الوطنية، كل الاحترام والتقدير، تذكروا هذه الأسماء، تذكروا هذا المنتخب سيقول كلمته
للإشارة العناصر الوطنية هي هو أفضل منتخب الوطني المغربي، هو أفضل منتخب عربي إفريقي في هذه الألعاب الافتراضية. يحضر معي الآن أحد لاعبي المنتخب الوطني المغربي. بصراحة المباراة كانت صعبة، فوارق كبيرة بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي يعني كل الصحافة الأوروبية تقول على أنه بعبع هذه البطولة، الفرنسيون متمرسون. كيف يعني كيف شاهدت هذه المباراة؟ يعني لماذا يرجع هذا الاستسلام التام للعناصر الوطنية لا في مباراة الذهاب ولا كذلك في مباراة الإياب؟ نقول حاولنا نديروا اللي علينا ولقينا مشاكل، يعني كانت اخطاء قتيله هي اللي ختلتنا الماتش في الماتش الاول ديال لالي، والماتش ديال الروتور كذلك اخطاء قتيله هي اللي ختلتنا الماتش. والحمد لله درنا اللي علينا وما توفقناش. المنتخب الفرنسي اللي معروف يعني بطل العالم ثلاث مرات متابعه، عنده لاعبين كثير يعني تقريبا راه لاعبين كثير في الدول الفرنسيه كاملين اللي كيلعبوا معاه. المغرب ما قيم ما عرفش هذا النوض. المنتخب الفرنسي يمتلك لاعبين يلعبون على مدار السنه يمارسون يعني بالبطوله الفرنسيه، كذلك هناك شركات شركات مستشهره بالنسبه للكتيبه الفرنسيه، اكيد رواتب بالنسبه للمنتخب الفرنسي، فوارق كبيره لا ماديا ولا لوجستيكيا. اظن على انه هذا المعطى اخذ حصه الاسد في الفوارق بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الفرنسي. هذا الشيء اللي كاين الحمد لله، وما عندهم لاعبين كثير يعني في البطوله الفرنسيه اللي كتضم 120 لاعب حتى 130 لاعب. المغرب يعني اللي عندهم تقريبا الماكسيموم ديالنا 30 لاعب، يعني ما عندناش كيفاش نديرو، وكاين فوارق كثيره. والحمد لله توفقنا لعبنا الماتشات ديالنا درنا اللي علينا ما كتبش، وماشي مشكل ان شاء الله المره الجايه، لان اول مره كنوصلوا للدومي الفينال. يعني نرفع القبعه لهؤلاء الشباب الذين قدموا مباريات كبيره، كما قلت اطاحوا بالمنتخب الجورجي في دور الربع، كذلك تربعوا على صداره على راس المجموعه الاولى، المجموعه التي ضمت منتخبات كبيره من امريكا اللاتينيه كالمنتخب الشيلي، المنتخب البيروفي. نعرف على انه المنتخب البيروفي واحد من المنتخبات المتمرسه، وكذلك محارب الصحراء المنتخب الجزائري. مقارنه ما بين هذه المنتخبات والمنتخب الفرنسي تقنيا مهريا، هل هناك يعني لاحظتم على انه مستوى المنتخب الفرنسي اكبر يعني نوعا ما من هذه المنتخبات؟ اكيد المنتخب الفرنسي اللي معروف يعني في البطولات ديالو كامل اللي كيلعب فيهم هو اللي ديما يعني في البطولات ديالو هو الاول ديما متمكن. المنتخبات الاخرين اقوياء ولكن ماشي بالنيفو ديال المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي اللي عنده لاعبين احترافيين كثير بزاف في الان فيز ان، يعني منهم ابطال العالم اللي بزاف معروفين مشهورين، وما عندهم لاعبين يعني اللي كيتفاهموا بزاف. المنتخب الوطني الله يعني الله بدا المشوار ديالو من فيفا ديستات، يعني الله بدا كيتكون، باقي اللاعبين باقي جداد، باقي كنحاولوا نتفاهموا بيناتنا، يعني في المستقبل ان شاء الله يقدر يكون الخير. يعني مباراة وبطولة حتى اعلاميا كل الشكر لموقع البطولة الذي حضر هنا ونزل يعني بكل التقنيين وبكل الصحفيين لتغطية هذه البطولة، لتغطية هذه المباراة يعني ونقلها مباشرة عبر موقع البطولة وكذلك عبر صفحة البطولة على المواقع الاجتماعية. كلمة في حق هؤلاء يعني الكوادر موقع البطولة. يعني كل المهم كنشكروا موقع البطولة كتير والام جي ا والاخوان كاملين اللي ساندونا وقفوا معنا وفروا لنا امكانيات ارتاحينا الحمد لله، كذلك دينا لونطريمون ديالنا والبطولة اللي وقفات معنا والناس كاملين اللي وقفوا معنا، كذلك مؤسسة ام جي ا التي وفرت العديد من المسائل اللوجستيكية. كل الشكر لهذه المؤسسة، كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في قادم المحطات في قادم التظاهرات، اكيد انتظروا هذا المنتخب سيقول كلمته. المنتخب الفرنسي كما سبق وذكرت بعبوع هذه البطوله، يكفي ان نقول على انه هو الفائز باخر ثلاث نسخ، موعد يعني نهائي كان نهائي قبل الاوان. المنتخب الوطني المغربي بالاسماء الشابه من مختلف المدن المغربيه بتوليفه اكيد ستحقق الكثير من الانسجام فيما بينها في قادم الاشهر وقادم السنوات، وسنشاهد منتخب وطني مغربي دون شك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. اذا كما تابع الجميع انتهت المباراه بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين للصفر. المنتخب الفرنسي انتصر ذهابا بهدفين للصفر هنا بملعب ام جي ا الكبير بالعاصمه الرباط، وكذلك انتصر ايابا بهدفين للصفر. اذا اليوم انتهت المباراه. المنتخب الوطني المغربي منتخب شاب، عناصر يعني فتيه قدمت الشيء الكثير، انتصرت اطاحت بفرق كبيره، تصدرت مجموعتها وصلت للدور النصف النهائي للمربع الذهبي من بطوله عالميه.
المنتخب الفرنسي عندهم يعني اكثر من 130 يعني لاعب يلتقون من خلالها عدد من اللاعبين هناك في الالعاب الفرديه، عندهم ابطال العالم اكيد، هناك فوارق تقنيه، فوارق مهاريه حتى على المستوى المادي واللوجستيكي، فهناك شركات تحتضن المنتخب الفرنسي عكس هذه الاسماء المغربيه التي تضحي وضحت بكل ما تملك يعني وقدمت الشيء الكثير لتصل لهذا الدور. يعني مستمعينا يعني تابعتوا كما تابعتوا معنا، انتهت المباراه بتاهل الفرنسيين، المنتخب الوطني المغربي اقصي من هذا الدور على امل ان نشاهد العناصر الوطنيه في قادم المواعيد ان شاء الله. لم يبقى لي لما اضيف، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فرصه رياضيه قادمه بحول الله.